تعتبر انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون التي تسببها المجتمعات البشرية أكبر العوامل المؤدية إلى التغير المناخي. تنتج معظم هذه الانبعاثات عند حرق الوقود الأحفوري في الصناعة ومحطات توليد الطاقة الحرارية. لذلك فإن تخفيض هذه الانبعاثات هو أمر ضروري لمكافحة التغير المناخي. إحدى الوسائل الفعالة في هذا المجال هي تقنية استخلاص وتخزين الكربون. تتطلع أبو ظبي لدور ريادي في هذا المجال، حيث تسعى إلى تخفيض الانبعاثات الناتجة فيها أو ما اصطلح على تسميته بالأثر الكربوني، وذلك عن طريق مشروعها الطموح شبكة أبو ظبي لاستخلاص وتخزين الكربون الذي تنفذه عبر مصدر. يرتكز المشروع على بناء وحدات جديدة في المنشآت الصناعية لغرض استخلاص غاز ثاني أكسيد الكربون من غازات العادم التي تطلق حالياً في الجو. تشمل المرحلة الأولى من المشروع بناء وحدات استخلاص بالإضافة إلى شبكة أنابيب لنقل الغاز المستخلص إلى حقول النفط البرية في إمارة أبو ظبي. خلال عملية استخلاص الكربون يبرد غاز العادم ثم ينتقل إلى أسفل برج الاستخلاص، حيث يصعد إلى قمة البرج، بينما ينساب السائل المذيب من أعلى البرج إلى أسفله بحيث يمتص غاز ثاني أكسيد الكربون. يخرج الغاز المتبقي من أعلى البرج إلى الجو، بينما يضخ السائل المشبع إلى عمود الفصل حيث يتم تسخينه فيتحرر ثاني أكسيد الكربون. يضخ المذيب الخالي من ثاني أكسيد الكربون من عمود الفصل إلى برج الامتصاص لبدء دورة جديدة، مما يسمح بإعادة استخدام المذيب بشكل مستمر. يجفف غاز ثاني أكسيد الكربون القادم من عمود الفصل ويضغط، ثم ينقل عبر خط أنابيب إلى حقول النفط لاستخدامه في تعزيز الإنتاج. سيخفض المشروع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وسيزيد إنتاج النفط، وسيحرر الغاز الطبيعي الذي يحقن حالياً للمحافظة على الضغط في مكامن النفط في أبو ظبي. يلائم هذا المشروع أبو ظبي التي تحتوي على العديد من مصادر الانبعاثات وحقول النفط ضمن مسافات قصيرة من بعضها البعض. تعمل مصدر بالتعاون والتنسيق مع شركة بترول أبو ظبي الوطنية وشركاتها العاملة على تطوير هذا المشروع، ليشكل شبكة وطنية لثاني أكسيد الكربون تضع أبو ظبي والإمارات العربية المتحدة في موقع الريادة على مستوى العالم، مما سيحفز المصانع الكبرى في المنطقة على تخفيض انبعاثاتها ويجعل المشروع مثالاً.